لقاءات عمان بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني عودة على بدء، ولا نتيجة إلى الآن سوى استكشاف الطريق التي أغلقت منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو. فبرودة هذه اللقاءات قابلها سخونة في الشارع الفلسطيني ترجمها هؤلاء الشباب بهذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بوقف المفاوضات التي وصفوها بالعبثية. احنا بنسأل لماذا هذه العودة للمفاوضات؟ استجابة لضغوطات خارجية. يعني هذه ليست مصلحة فلسطينية، لا تخدم المصلحة الفلسطينية العليا، هي تفريط في الحقوق السياسية الفلسطينية. الردود الفلسطينية على لقاءات عمان تعكس وجود أغلبية سياسية وشعبية يرفضون اللقاءات مع الإسرائيليين في ظل استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية والتهويدية للأرض الفلسطينية. نطالب القيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي المستمر في مشروعه الاستيطاني والتطهير العرقي والاعتقال بشكل يومي حتى أثناء تواجدهم في الأردن. بطلنا نآمن بهاي باللجنة الرباعية وباللجان اللي عم تتصار لنا أكثر من 20 عام بمفاوضات وبنقاشات وبحوارات ما بين الفلسطينيين، بين القيادات الفلسطينية والإسرائيليين، بينما ما فيش شيء بتغير على الأرض. يشار إلى أن هذه اللقاءات بدأت في 3 يناير الجاري وتستمر حتى 26 من هذا الشهر كموعد أخير حددته الرباعية الدولية لتسليم الطرفين موقفهما النهائي بشأن الحدود والترتيبات الأمنية. العودة إلى اللقاءات الاستكشافية أو المفاوضات تعني في واقع الحال الحفاظ على الوضع الراهن على حاله، وهذا الوضع الراهن يعطي مميزات لصالح دولة الاحتلال من أجل استمرار فرض الوقائع على الأرض بقوة الاستيطان والتهويد والأسرلة والسلاح أيضا. ولذلك أعتقد أن المطلوب هو ترجمة ما ينادي به الرئيس محمود عباس أيضا بشأن عدم السماح للإسرائيل بالاستفادة من الوضع الراهن. إذن مطالبات وتحركات شعبية مطالبة صانعيها القرار السياسي الفلسطيني بعدم العودة إلى المفاوضات مجددا وإيقاف اللقاءات الاستكشافية، مطالبات لعلها تجد آذانا صاغية لدى صانعيها القرار السياسي الفلسطيني. رغم الأجواء الباردة والأمطار جاءت هذه المجموعات الشبابية إلى هنا بالقرب من المقاطعة، وذلك لإيصال رسالتين، أولها للمفاوض الفلسطيني أن عليك التوقف عن لقاءات عمان التفاوضية، والأخرى للرباعية الدولية وللعالم أن عليكم التوقف عن جلد الضحية ومكافأة الجلاد على جرائمه. من مدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. القدس.com